صباح الخير، صباح الفل والهنا على حضراتكم جميعا. يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي واول الشهر كده، ويا رب ان شاء الله يبقى شهر علينا كله كده افراح وخير واخبار كمان ايجابيه باذن الله. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظه من لحظات. نبدأ بقى، بس مش هنبدأ أول أخبارنا، نبدأ ننوه كده زي ما احنا متعودين عن السؤال بتاع الحلقة اللي احنا مبارح قلناه والنهاردة بنستكمله، لأن احنا عاملين فقرة كاملة النهاردة عن السوشيال ميديا وحنرد على حضراتكم ونقرأ التعليقات وكله. مبارح كنا بنتكلم لأن كان معانا خبر خاص بالمجلس القومي للمرأة وهي حملت لإني رجل، لإني رجل حضرتك بقى أو لإنك رجل حضرتك هترفض أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة تحديدا، ممكن يكون في محيط أسرتك، ممكن يكون في محيط عملك، ممكن يكون في العموم، مش شرط يعني تكون بتشوفه بشكل مباشر. بس هو ده السؤال، لان احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني عارف يا كريم كده نشوف المشكلة فين وبعدين نحلها. فعايزين نعرف ايه الحاجة اللي هتبقى كومن او ايه الحاجة اللي هتبقى يعني موجودة بشكل كومن. ما تترجم لي، ساعدني. الله عليك، الله عليك، كومن ساعدني. مذيعة وارد الخارج يا حضرات، البرنامج ده برنامج عالمي بمعنى الحرف. مشتركة، الحاجة المشتركة بين اكتر. بالظبط كده.